وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أكد أن الفوز بجائزة أفضل مؤسسة عربية وإسلامية في العمل الإنساني يؤكد على ما تليه البحرين من اهتمام مستمر في مختلف جوانب العمل الإنساني. فللبحرين مشاريع جبارة، وقامت ببناء مشاريع تربوية 14 مدرسة في دول مختلفة، بس تم اختيار البحرين وفوز بين 40 دولة وسط تقدير لا تتخيلونه لأي درجة من الإعجاب بمواقف البحرين وقيادة السيد جلالة الملك للمشروع الإنساني، خاصة المثال اللي أخذوه بناء مدرسة في الصومال، مدرسة كبيرة فيها 7 كليات بعد توقف 20 سنة عن بناء مشاريع تنموية بسبب الحروب والمشاكل اللي واجهتهم. أعيد شكري لجلالة الملك ولي العهد سمو الشيخ ناصر، الداعمين، الموظفين في المؤسسة لهم دور كبير في تحقيق هذه الجائزة الكبيرة اللي توضح أن البحرين هي الأولى في مجال العمل الإنساني على مستوى العالم العربي والإسلامي.